إني بجمعكم قد عمني الفرح والسعد في أعين المسرور يتضح. جئتم لمؤتمر في قلب دوحتنا فيه الفوائد والأفكار والملح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو كنت ضايع في الصحراء وما عندك جوال، أو كنت في المخيم الشتوي وتبي تكشخ على ربعك وتقول لهم إنك تعرف من السماء، تعرف وين الشرق والغرب والجنوب، راح تحتاج تعرف نجم الشمال. نجم الشمال نجم عجيب فريد، ميزته إنه يتم طول السنة موجود في سماء ليل الجزيرة. الميزة الثانية إن النجم الوحيد من بين ملايين النجوم اللي يبقى في مكانه ثابت ما يتحرك، يأشر على جهة الشمال. ولكن في مشكلة صغيرة، إن حتى لو عندك بوصلة وشفت وين الشمال ما راح تقدر تحصل نجم الشمال، لأن نجم نوعاً ما صغير بالنسبة حق عين الناظر. عشان تحصل نجم الشمال لازم شو تحصل؟ تحصل برج الدب الأكبر. في برج الدب الأكبر لازم تحصل نجوم يسمونها بنات نعش. في بنات نعش في نجمتين، واحدة اسمها الدبة وواحدة اسمها المراق. هذه النجمتين يسمونهم العرب الدليلين. ليش؟ لأنك لو وصلت بينهم بخط وهمي وصرت عبر الأفق تقريباً 6 أضعاف الخط اللي بينهم، راح أخيراً توصل حق نجم الشمال. ونجم الشمال قلنا أنه ثابت وباقي النجوم في السماء يتحركون حول نجم الشمال في منظر جميل جداً يأسرك في سماء الخليج العربي. الشاعر الجاهلي بشر بن أبي خازم وعى هذا المنظر وشاف دوران بنات شعره حول نجم الشمال. ويقولون العرب أن بنات شعره يدورون يدورون قاتل أبيهم نعش، أو بنات نعش عفوا. بنات نعش أبوهم نعش مقتول، وبناته يدورون القاتل، لكن قاتل مين؟ سهيل شرد راح الجنوب. الشاعر الجاهلي شاف هذا وقال: فبت مسهدا أرقا كأني تمشت في مفاصلي العقار، أراقب في السماء بنات نعش وقد دارت كما عطف الصوار، وعاندت الثريا بعد هدء معاندة لها العيوق جار. وبهالطريقة، ولأن العرب كانت أمة أمية ما تقرأ ولا تكتب، فكانت تبي أداة سهلة تسجل فيها وتدون ملاحظاتها اللي تشوفها في السماء، في الصحراء، حروبهم، شجاعتهم، بطولاتهم، مشاعرهم، أحاسيسهم. فما وجدوا أحسن من الشعر إنهم يصيغون فيه كل شيء يشوفونه حولهم. ليش؟ لأن الشعر أداة سهلة يسهل حفظها ويتسلى بها في الليل، يتسامر بها وتنتقل عبر العصور حتى لو ما كتبتها. ولهذا السبب سموا أو استحق الشعر بكل جدارة لقب ديوان العرب. ولما انتقل العرب من مرحلة الجاهلية إلى مرحلة الإسلام وجاءت العلوم الكثيرة من فقه ونحو ومواريث، ودخلوا في الحساب والطب والهندسة، وجدوا أن أيضاً الشعر كان مفضل عندهم عشان يحببون الطلاب لهذه العلوم السهلة، فألفوا ما يطلق عليها المنظومات التعليمية، وألفوا في كل علم يخطر على بالكم. ومن أشهر المنظومات اللي حببت الأطفال لعلم معقد نفس علم التجويد
منظومة تحفة الأطفال، وكلكم أتوقع أو أغلبكم يعرف البيت الشهير اللي يختصر فيه حروف الإخفاء، صف ذا فأنا كم جادة شخص دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. وهكذا حب الناس الشعر واستعملوه وحبيته معاهم، والحمد لله كنت محظوظ أني في مرحلة الإعدادية والثانوية درست هذه المنظومات بغزارة، وحبيت العلوم المعقدة بهذا الشعر الجميل اللي يبسط المعقد ويختصر المطول. وشاءت الأقدار أني أدخل كلية الهندسة، والحمد لله الله رزقنا بدكاترة في غاية الإخلاص والصدق، وكان بعضهم صراحة يعني الدقيقة عندهم ساعة. في إحدى المحاضرات هذه اللي كانت مملة جداً بديت مرة أعبر عن مشاعري في هالمحاضرة لأول مرة في حياتي بطريقة، وحسيت أن الكلام اللي كتبته موزون ومقفى، ورحت عرضت المكتوب على شاعر كبير فقال لي الكلام هذا موزون 100%. فاكتشفت أني بعد سماع آلاف القصائد ودراسة المئات منها اكتسبت مهارة كتابة الشعر بالصدفة، أو خلي نقول بالممارسة. وشاءت الأقدار أني أشتغل مهندس في إحدى شركات البترول، ومهندس أنابيب، يعني شيء معقد ودقيق جدا. وكنت أشتكي مرة حق جاري المهندس أيضا، أقول له يا أخي هاي المعايير اللي هو معايير الهندسة، وشلون أصمم الأنبوب، وكم سمكة، وشنو يدخل داخله، وكم الضغط، ذبحتنا. لا اللغة لغتك، والكلام جد كأنه كلام قانون محاماة. فقال لي مو بتشاعر، كتبها شعر. ضحكنا ذيك الليلة. اليوم الثاني رحت المكتب قلت والله ليش لا، وكتبت المنظومة الأولى في حياتي عن العلوم، وبديتها وقلت أنبوب نفطنا النفيس المجهد بحقلنا نحو الشمال يبعد أبعاده حساسة مطلوبة سماكة الجدار في الأنبوبة والضغط والمواد والحرارة كثافة الموائع المختارة صلابة المواد والصلادة ليس سواء فاسمع الإفادة صلابة المواد أن تقاوم. طبعا ما كتبتها كلها، يعني هي المعايير 1000 صفحة، وين اكتبها كلها فيه؟ لكن استنست، كسرت روتين المكتب، وكسرت روتين هذه المهنه الشاقه. والله قعدت كل ما اشوف لي فرصه اكتب منظومات، فك الالغاز عن النفط والغاز، وما ادري وش في الانبوبه. جات حتى مره رسمه، هذه الرسمه الجميله يمكن ما تعرفونها المعلومه، البترول شلون يفصلونها عن الماء لما يطلع من الارض؟ يقطونها في درام، ولأن البترول أخف من الماي فالبترول بيطلع فوق الماي وبيروح جهة ثانية. فقلت هذه الرسوم لمخزن يحوي على غاز من الإيثان والميثان، والقصد منه الفصل بين الماء والنفط النفيس فليس يجتمعان، فالنفط يصعد للعلو ويرتقي، والماء ينزل للسحيق الداني، والغاز يصعد فوقهم فكثافة الغاز الخفيف أقل في الميزان. لكن تمت كل هالقصائد يعني عبارة عن هواية مكتوبة، صراحة ما شفت منها أهمية، يعني تسلية وتصليح حق الزملاء وتسلية حق إلى أن شاءت الأقدار واشتغلت في أهم مهنة وأحسن مهنة ممكن الشخص يستثمر فيها أي موهبة عنده، رسم، شعر، برمجة، تصميم، حاسب، اللي يخطر على بالك هي مهنة التدريس. وصرت مدرس حق أحلى مادة عند الطلاب. تضحكون؟ إيه تضحكون؟ رياضيات. لأن الرياضيات ظلمت إعلامياً، وظلمت الرياضيات هذه المادة الجميلة
اللي موجودة قبل 3000 سنة أو أكثر، ظلمت إعلامياً وظلمت في المسرحيات وظلمت. وتذكرت الأيام اللي كنت فيها طالب وأشعر بالملل في محاضرات معينة، فقلت معقولة الشيء اللي أنا حببني في النحو والفقه والمواريث بيحببني الطلاب في 2014 جيل الآيباد بيحببهم في الرياضيات؟ ليش لا؟ حاول، إيش نخسر؟ فبدأت وألفت أول منظومة في الرياضيات، الدر المنثور في مقارنة الكسور. الحين أنا بقول الكلام الأبيض، أنتوا بتقولوا الكلام الأزرق، شو تصلحون طلاب ولا ما تصلحون طلاب؟ كسراني قد تساوى في ال... لا ممتازين ممتازين ممتازين. كسراني قد تساوى في ال... بسطهما مختلف ال... قارنهما بالعقل وال... أكبرها صاحب بسط وإن رأيت عكس ذاك وقارن المقام كي كي لا تشتبه أصغرها فذو مقام ما أجمل الدرس الخفيف وإن رأيت كلهم هدئ من الروع ولا فها هنا يستعمل وهكذا الدرس خلاه الله. يا سلام عليكم، والله كان زين طلاب عندي انتم. وبديت اكتب، كتبت في درس حتى الكثافه، بعد ما شرحت الطلاب ان الكثافه معناته ان لو جبت متر مكعب، علبه متر مكعب في متر، يعني متر في متر في متر، وعبيتها ماي حطيتها على الميزان، الرقم هذا هو كثافه الماي. فقلت يلا نجرب كثافه المواد وال تعريفها سهل يسير، ما وزنها إذا أردنا في قالب لحملها وحجمه صغير لا متر وحيد واحد. يا سلام عليكم، أداءكم جميل. تبون تشوفون أداء أحسن؟ تبون تشوفون أداء خشن؟ أداء حقيقي؟ أعرفكم على صف 8-4. كثافة المواد والموارد تعريفها سهل يسير، ما وزنها إذا أردنا في قالب لحملها وحجمه صغير لا متر واحد واحد. أبشركم 8-4 الحين وصلوا ثالث ثانوي، اللي وصل منهم وصل، الله يوفقكم جميعا. وشفت أن هذا الأسبوع أسلوب فعلا محبب عند الطلاب. ترى إحنا نحفظ بالألحان A B، يعني A B C D ما تنحفظ، A B C D E F G تنحفظ، ألف باء تاء ما تنحفظ، أنا ما حفظ شيء، ألف باء تاء. فقمت أدندن هالأشعار، ويوم من الأيام وأنا راجع مع صديقي من سيلين ندندن في السيارة بإحدى الأشعار هذه اللي كاتبها عن درس من الدروس، قلت له يا أخي والله خاطري أسوي فيديو عن الشعر هاي وأعطيه حق الطلاب. أول ما وصلت البيت ركبت كاميرا الجوال، حطيت طاولة بيضة وراي وجربت الشرارة اللي جابت اللي بعدها. درسنا درس بسيط عن محيط المستطيل. الإضاءة مو بحي بعدين لما أجل. فشفت الموضوع جميل وبدينا بمساعدة صديقي إبراهيم ياسر، تحية له موجود معنا الحين، بإنتاج أول سلسلة من الأناشيد. بدينا بداية بسيطة ما شفته في أول صورة، تطورنا شوي شوي ونشرنا أناشيد عن الرياضيات ووزعناها على اليوتيوب والمدارس، والحمد لله جاتني يعني من أجمل التعليقات اللي جاتني أن نشيد أحد النشيد هذه وضعت للحفظ في مدرسة في أحد الدول الخليجية على اليوتيوب. ومن أجمل الفيديوهات صديقي اللي أرسل لي فيديو ولده، ولده في الروضة وهو يردد شنو عقب؟
سعدي سعدي تعرف عن ربها فالحمد به وتكتشف تثبت الأول في المكان وتقلب الثاني بلا توالي وتقلب الثاني بلا توالي. أنت صف كام؟ أنا ما أشوف الفيديو هذا فقط طفل ينشد نشيده، أنا أشوف طفل قاعد يكتسب مخزون لغوي نظيف فصيح، قاعد أشوف طفل قاعد يكسر الحواجز أمام كلمات نفس الكسور، القسمة، الضرب، البسط، المقام، وهو ليحن في الروضة، وبعد ما يكبر راح يواجهها ويقول هذه الكلمة الجميلة اللي كانت في النشيدة يوم كنت أرددها وأنا صغير. في المرحلة الإعدادية طلاب يواجهون درس اسمه مقاييس النزعة المركزية والمدى، اسمي خرع، ولكن الدرس بسيط، الدرس أبسط من هذا التعقيد وهذه المصطلحات. طلاب يواجهون من أكبر المشاكل هي المصطلحات، باي استاذ شنو باي، ترى باي شيء بسيط، استاذ شنو يعني مدى، شنو يعني معدل، شنو يعني مصطلحات هذه، لكنهم ما هيئوا. هذا الدرس ممكن يلقى بطريقة عادية أو ممكن يلقى بهالطريقة. أستاذنا أجبني عن سؤالي وعن أمور أشغلت لبالي عن المدى والوسط الحسابي ذاك الذي سبب لي عذابي واشرح لنا المنوال والوسيطة بجملة مفيدة بسيطة واشرح لنا المنوال والوسيطة بجملة مفيدة بسيطة. ابدأ ورتب هذه الأرقام ثم تأملها وكن فهاما وانظر إلى الرقم الذي في المنتصف فهو الوسيط باسمه قد اتصف وعرف المنوال في المفكرة أكثر رقم منه متكررة عن المدى والوسط الحسابي ذاك الذي سبب لي عذابي أما المدى سيأتي إن طرحنا من أكبر الأرقام الرقم لدنا ولتجمع الأرقام جمع المجتهد ولتقسم مجموعها على العدد ولتجمع الأرقام جمع إذا ستلقى الوسط الحسابي وهكذا قد انتهى جوابي وهكذا قد انتهى جوابي. فلتشترك بهذه القناة قناتنا بديعة الصفات بها العلوم سهلة ميسرة ولتنسخ الرابط حتى تنشره. هذه اللغة اللي تعبر عن مراد الله سبحانه وتعالى لغة عظيمة جداً رحبة برحابة الفضاء. ما أجمل حافظ إبراهيم لما قال عنها وهي تعبر عن نفسها بتباهي وتقول أنا البحر في أحشائه الدر كامن فهل سألوا الغواصة عن صدفاتي. كان معكم محمد الجناحي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.